وحش هولي واقول للشيخ صلى على النبي يا شيخ. شغل الله مصلي سلام عليه. شغل له الدرب على الجدر وشال عليه 4 اتلام بدل معمر على سوى الجدر اللي درب عليه طلع التراب حقه. لا واللي درى امر على حاويه التراب. بالله عليك رضي لك يا شيخ، بالله عليك رضي لك يا شيخ. احمر هكذا انا شغل له والله. بدل ما يعمر على سوى الجدر حقه هكذا يولي الدرع عمر على حاوية التراب. بالله عليك اصلح يا شيخ. لا لا عقل شو عمر لساني اقول لك هذاك دلع بس ما نستطيع لك الدوكو وتاذا العجة حكم وانا سدي لك اقلتك كما ابو هي ما انا ما نقول لا شرخ بكر بكرة من الصوب وعيش اللي نحكم ما لذا العين جان اقزاع بكرة من الصوب دي احنا قول لا شرخ ما لا يلا خلاص تمام وانت اجي شهاد واحنا ندي لك اقلتك كما تشته اسمع عادي عادي يلا سواق الا بناي الا بالله انت كان كلها عبد الله منك نعمه قهر منك البي فلزنا السياره قلنا يجي لك والله نعم ما معك لحقتنا لهنا وانت يقول لك صاحب مهره كذاب عاد انه فارق عاد ما هو كذب واحد لا مهره ولا عمل ان احنا عند السياره قام تفاضل شتقطع ارزاقنا لو مو يدوا له لو مو يفعلوا له وان احنا نقول الله نعم قال لك مو الشعر هذا اللي فعل انا عن ولي ما راح نجي من البيت بكل البيت بنفسه خل انا الله خارجنا منك بالله انا شهد انا رجي ما نسول لك والله اللي يقول لي عن الله فلا قال يتلون لا مو يا فلان لا مو يا فلان لا مو يا فلان وانت اشتي روح السوق وطلبك الله بالسيارة الناس سارحين محملين راجعين محملين الا جاك تتحمل لي بلوك عاك انك تشل لنا والكل على الطريق هذا الحين بزاك بلاش ونجي ونركب بلاش ودعنا بلاش ورجعنا بلاش هذا المكسب اللي معه الركب حقي كلهم من تغيهم ابو الله ولا ليا لا طلعوا نجا بلاش انا عندي خلقنا نقع شغلنا بعيدنا مع شي سياره هكذا قرش لنا يعني يقولوا لي جا ولا صايحنا وهذا ولا دمنا يا فلان ولا يا مختار اخي يا اخي شوف لي المرة هذه قاجلنا انتبه قالت اشتي غاز بابوش معي بالبيت غاز الحين المشكلة لا جانا نشتري صعد شيء خرب علينا الرنج حق البيت وقدك عارف قصر لحظة طلع علينا بمليون ريال مو هذا من عيشه الصعد اشتبت لحاله والحمار اشتبت لحاله والمطبخ اشتبت لحاله والبقرة اشتبت لحاله كم شكون بنا كل ساعة بيوت خلونا نطلب الله نتوالف لنا رجال ان نتروح نعيش بين عيالنا مسرقة هدرتو ما تصبرش على هدرة يا أخي قلت لي وأنا قلنك واحد صاحبي قلنا له عين لي دبة غاز قال ب30,000 قلنا له سهلة إلا مرتك ما تصبرش أكله فعادن ما تصبرش عليك ولا هدرة لو قا هدرته السلام ورحمة الله عن عن بو غزبة قرية لكن من 5 ساعات من 5 ساعات مع الفاضي ولا بدون لا تعبية
انا بدالة يا رجال هذا التجار حق القرية سرق هذا ماشي. اروح عليه بالسوق يكون بسبعة ولا بثمانية لا ما بالسوق شدوا مهلك بلاش هذاك حاضر حرام انك رقبة كلفيت تسلوا لذمتك كيف لذمتي ويا حقين تشتين دالة ذمتك سبوزي بس ما عبوس وسع هي هذه المشكلة انما عبوس دواقع حملتي السلام عليكم. السلام. يا جماعة أبو غاز. صافر. أنا لا أقول لك هنا عبي لنا الدبة هذه. والله ما بلغ صافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. غلطا مننا انا ولا هو يا شيخ هي عين يا شيخ انا اطلعك على ما نزل اول اين قدر وين طلعين تغلق مع شعر كلاتين انا ما قدرت الا على التراب حقي الثيب انا داري ان التراب حقك بس نزل له الصح حقه وانعقله بعد ما تستحومش لما تشاتمهم تضاربهم ما قدر اكبر من الحول لعدي لكم ربي حوال وأربع راسع على الخط شتيت قتلوا أنا قلنا له كل ما نقنع بعقل حاصل عين يا ابن الثيق ها التراب نزل لهنا وأنا جذرك عليه كيف شتيته مو دخلني ذوابي ها هادرو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمنا أيه هو عندك دباغات والله عنا بيا عمنا مغرق هنا فرحة عمر ولا دبة عمر لا جوري ها مو مكتوب فرحة عمر ولا دبة عمر وانا ما عنديش غاز عمنا عندي كواش سماعات خيامات العفو منك الغازينات وين عند العبيل خلص العفو الغاز العفو منك انا قلت دبة العمر أنا أقول كنا دبّس العمر. لا حق للاحق. ما لا أنا أقول كنا دبّس العمر. ما بوش دبّل العمر. بو دبّل اليوم اليومين ثلاثة عادي ما تكفيش. يا عمنا. أيوة. هذه حقي. أيوة. اشتي غاز. بابوش هو مسرعت يخبي يا اخي كيف يخبي بلا هو موجود ماشي يخبي وش كل عيش يطلب الله مو فتحنا محلات بعد يا الله خيرت الله هنا خصم قدم مني ومن طاقم الفريق ومن انور علي غالب وكفت الاهل والاصحاب الى العرس الغالي هيثم صالح احمد الحاج بمناسبة دخول القفص الذهبي ونقول له الف مبروك دام الله السرور الحين يا شيخ كيفي خلاص الشغله واضحه من جماعة الشمس هذا قدر يرجعوا لنا منو من سواد اللي يوصلوا بهذا وانا ما نتقابل يا شيخ هذا انا تعب قدك مو جذع ثقائي على الفاضي ان لمو ان تشكل بالله حق الناس هذا هذا الباطل لا يابا خلاص انا شرجع اخربه واصلحه انا بطل المشاكل انت ما دخلك بحرم نفسك رقبتك انت اسكت يابا بطل المشاكل يا شيخ انت اللي حكمت ما بقول لك نفذ حكمك صمل ولا رضا مو عادك اللي تقول لك رضا احنا قلنا نحكم لبن مخارجا مش بس صميل بلا بالله عليك يا شيخ تراضوا على حسابي
انتم مرفسين كما الوادق ولا شرق قوم بعد البيت نخزين وحكمنا معابو من حكم يا شيخ اشياء واضحين في معنا شان الا فح يا ثيخ متى ما بعد هنولي لبيتك وخذلنا وتخابرنا يلا خلاص يا نقوم قزعنا مالي يا شيخ افصليه يا مالي خلاص نقول ارجع على حبه حبه يلا بعده عزروف هذا حقي عدت تدور علي عزروف هلا 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 هذا عزروف مش وقت عزروف حقي يا مسخ هذا حقي خلاص على دي ثالث انا حقي حقي لك يعلم ذمتك ان شاء الله انا اقول لك عباقي معي تمشي دوما بس خلاص بس نسجع عقكم اخوجكم بيروحوا ما يزرق علي حتى عزروف لا حتى عزروف شاد معلوم يا جميل اين عبك هذا بغاز ها عبوكي ب 14800 يعني كسب 200 وضيعك يوم وخسر 2000 حق متره لي مو 2000 انا اقول لك الا مع النجار اذكاه ورجعك مع صاحب السكرين بلاش الحين دق دق هي خارب خارب طلب اللي تشتين لأنه أبوش حتى حاجة تغلي عليه لو تطلبي حتى قلبي نشدي وليك وطرح بدره وشرفه مكلفته مهمو دبع غاز هذا ما عادوش حب هذا قوصر فهد بيت شو تطلبي عندومي فراولة بألف رصيد أما دبع غاز قايب 15000 ما هليش احنا قلوا ولا ضربي براسي تي ما يقنونا دبع غاز مين أنا ولي دوليك دي الساعة دبع غاز دباغاز ب 15000 ما هليش أزمة انجا مصلح مصلح ها مصلح هذا هانيك تطلع السوق لا هو ما بلشني يوليني دي لما تفري هذاك 3 أو 4 عساكر لا مو علام اقول لك على قدر اللي نزل لحول انزلكم الشيخ بينكم مع المعزي مسمى اقول لك اما تفري رفض الحكم رفض 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 او اقول لك ما عبش احتراج حتى للشيخ فالعيش اطلع حدي له 2 عساكر وانا شغل لك كيف عمل لا على رسول الله بدل ما احنا تغرموا فسكم نعين ابنه وهذا ان ابنه يراجي ابوه ذلك اقول له وعين حلو والله حلو والله ابشي قلت تمام شادر ابي وهذا قاك هو تمام ماشي ولا شيء انت اخبر قال يطلع نديله 2 عساكر واحنا ايش نتفاهم احنا ولا ما اخي عسكر ما شجوش هكذا اولا دحين تقولوا يتاجر السياره وشو لك دحين كرياهم وطلعتهم ماشي ماشي عسكري لو قدر كرياتهم مقدما لو شو يقول لك بلاش دحين ما ابغى خلينا نعين ابنهم شو يقول يلا نعين ابنهم شو يقول عين ابنه عين ابنه انجا أنا مش مو
الناس من الحين تعب كتب وقلمات ولا يضيع عليك ولا حاجة. تدرس بعدين ده ليش تدرس ده لرأسك مش لبسطة هذه ولا حاجة. يلا ولا يعزي عليك ولا حاجة من الحين. عدوها ها عدوها جاء قولوا خير اسمع صلى على رسول الله اللهم صل وسلم عليه. انتم عبسدكم الشيخ ولا لا؟ ايوه وحكم بينهم ولا لا؟ صح حكم. قال له ابو كرفاض على كل يرفض. يا اخي ابي رفض انه يا اخي ابي ما يتفاهمش ابي ولا يشتي له قوله ويشتي يجلس له كعب على قوله. لا خلاص انا شدوا بابي. ماشي رضيش اقول لك ابي ماشي رضيش قاعد احاور كسجد من فوق اشمر ما يرضيش ابي مالي خلاص نطلع نديله من العسكر وهو شرطي. لا تديله عسكر ولا حاجه خلوه بعد على وش يرجع شرجع انا داري بابي وش على ذي شيء كعر ويرجع لك ابوك ذمه. لا ما اسمع ما اسمع شغله من هذا العقيم ما يخلوش يا خلو ما بلي قصه يا بعد جد ولا خركم لا تعجبك ما دام ابوك عايز يشيل عسكر وهذا عسكروا له. أما إنه خلوا الجدر وش حق الناس ما لقى خلوا قشوا لي عادة هذا ما يسمى رياضة خلوا والشاهر ولا مجنون. أقول لك المشكلة إنه أنا لما أولي هادر يقول إنه أنا شهد لمعاكم مع الناس ما أقومش معه دري وش يقوم يعني شاتين ما يرضيش تفهم أبدا. أنا خلاص إيا جاني ولي ندي له عسكر وأيتي اسبر القضية بكله. أنا دوم أخبار أنا هذا لك أكوا علي وأنت أخبار ولما لقى أنا هادر كولد ولي إنه يجرع جاع كله بوه. ما لا خلاص خير أنا شزيد أحاوله آخر مرة وارجع نبي مالش الا فالحين على القضيه اللي زعلانه. لا حاجه اقول له انا شاهدرو مالك شو كمل بقيت سليمه. لا لا يمكن معك دحين ريالين صح تدري ان ابنك لي لا حق بعد حق الجواز من حق قلت ابع كبس قلت ابع حمار يا حق انت مع غير انا ما اعطي له شبر. لا حول ولا قوه الا بالله. انا شارع انا ولا من انت خرفي قلت يلا انك تخرف مشكله من طيز الصوت. هيا انا شو اقول لك ليك زعلان دي بعسكر ان ارجع يا جدي لا تجدني ما ارجع ما كان زعلان يا جدي نحت انت راح نفعل لا يا جدي انت خرج خلاص انت قاعد لا امن ولا خرج ما خرج انا يا حاج ميت فاهمش يا قهو انا قاعد عامل لغه انا قش عقد هذا قال ما حتى ابو كسرى ولا قال شحقكم. لا يا اخو امسد الشيخ ورجع ماشي بعد ولا الشيخ ولا ما يقدر يحلق لنا هذا ما يفعل لكم هو كذا جانا انت سيطلع. اقول لك هذا ما مش حق الاحترام حرام اولي الديله الاربع عسكر اكل هاجع يا ابني ليش كسرنا لك بدنا قلوا ابنها ما لك ما يفهموش هذا بيجي لنا يجي له هذا ما يجي ابو غدوة وتفهمنا صبر صبر ما صبر على طريق لها القسم بيجي ولي ما لي عسكر له لا غدوة على علي خلي يجي انا امور خلى ابي لما يجي انا خلاص انا مرعاه انا الحين اتكسر يوم ما بسوق على شعره الله لا جريك انت وعيشتك هي هذا رقم رفيقي جتنا فيك احلى بشاره وابتدت احلى ثانيه خاصه مقدمه من طاقم الفريق ومن كافه الاخوه نبيل ومحمد وعلي وعبد الحميد احمد علوان العماد ومن بشير وبندر سنان العماد الى الاخ محمود احمد العماد بمناسبه المولد الجديد الذي سموه عبد الوهاب ونقول له الف مبروك وتربى بعزه. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي.